الشاعر عبارة الرئيس مبارك: كرامة الجزائريين من كرامة الجزائر، وأي تطاول على كرامة الجزائر ندكدك خيشوم الذي يتطاول على كرامة الجزائر، ولعن الله كل رجل يتطاول على كرامة انا مش الجزائر، فاهم ده مين ومن يهن الجزائر نهينه. مين الهن؟ أنا أدافع عن الجزائر يا وانت سيدي. ما تدافع عن حد. قال لك لماذا لا أنت تحب مصر وأنا لا أحب انا الجزائر؟ لا احبها، احبها لماذا زي ما يا انت سيدي عايز. لماذا أنت انا ما بقولش لا، تحب الأوطان في انا قلوبكم برد على فقط؟ كلمتينك انت تحب اللي انت الأوطان قلتهم. في انت قلوبكم؟ بقول لك هي دي محاضرة مش محاضرة هنا، احنا لا، بنتكلم أنا أيضا انت أحب خدتني شمال. الجزائر لا يا لا سيدي اسف عزيز. جدا، انت خلي بالك كلامك ده غير مبرر لاني مش وقته ولا سياقه، لكن انت اما لقيت نفسك ضعفت في حته لماذا؟ عاوز لا لا تاخدها في لا حته. لا لو أنا يا سمحت انت سيدي، خلينا اكمل، لماذا كلام خلينا رئيسك اكمل. مبرر انا ما بقولش وكلام لا، غير انا مبرر؟ برد على كلامك اللي انت قلت الرئيس مبارك في مجلس الشعب قال كذا، فانا الحته دي اللي انت قلتها انا برد عليها. انت مش عاجبك الرد لان الرد كان رد مظبوط، رحت واخدني في حته تانيه. يعني على لو سمحت بيني برضو وبينك، انت بيني خدتها وبينك، أنا انت على دلوقتي. امتداد لا على امتداد حضرتك 30 سنة انت مش وعرض عادل، على امتداد انت مش 30 عادل يا سنة دكتور. على امتداد 30 سنة وعرض القيادة السياسية في الجزائر، لكن والله في أحداث مصر كانت القيادة السياسية أشرف من القيادة المصرية. انت كلمتك، انت راجل قليل والله الادب، العظيم، انت راجل قليل والله الادب، كانت أشرف اقسم من بالله انت راجل القيادة قليل الادب. لو المصرية. ما كنتش قاعد كده كنت قمت اتخانقت بدليل معاك يا راجل. اجري انت، لا رحت الجزائر ولا رحت اي بدليل حته، أنكم انت من مجموعه العملاء، مجموعه اللي قاعده هناك في لبنان بتدافع عن شعب الجزائر عشان تلاقي لك هناك مهنه. انت راجل لا تعرف الاصول ولا تعرف اللغه ولا تعرف اي حاجه. عار ان انا اقعد مع واحد زيك. تفضل اخرج. عار ان انا اقعد مع واحد زيك. امضي. صدقني عار ان انا اقعد مع واحد زيك. سيعينك. انت راجل مرتزق. وزيرا. راجل مرتزق قاعد في لبنان. امضي. خذ عملتك. ما تعرفش حاجه عن شعب الجزائر. بقول لك شعب الجزائر راجل. خذ عملتك. شعب جميل. من سافرنا. انت راجل مالكش اي علاقه بالشعب الجزائري. وده كويس. خذ عمولتك. اخذ عمولتي، عمولتي من مين؟ انت اللي روح. انت اضطربت بفلسطين واضطربت بالحاجات كثيره. شوف لك منصب هناك في الجزائر. المناصب. من فضلك. شعب الجزائر اشرف منك. يجب ان جايب العلم، جايب العلم عشان تقول للناس انك عايز منصب. يجب ان تتكلم زي ما انت عايز. تحترموه. بنحترمه بغصب عنك. شعب الجزائر انت مش منه. احنا بنحترم شعب الجزائر. انا ابن الشهداء. قبل غيرها. ابن الراجل انت ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه. ابن الشهداء. استاذ من فضلك. شكرا لك يا استاذ. كنت معنا كمال عامر من مصر نائب رئيس تحرير الوزراء يوسف. شكرا لك دكتور يحيى زكريا. كنت معنا من الجزائر. شكرا لكم مشاهدي. لكم ايضا مشاهدي الكرام ومعذره عن هذه النهاية. نتمنى أن لا تكون نهاية العلاقة بين الاتحادين الجزائري والمصري بهذه الكيفية مهما كان. موضوع الحلقة المقبلة من برنامج بكل روح رياضية سيكون العنف والشغب في الملاعب العربية. هل هو عنف كروي رياضي بحت أم هو عنف في مجتمعاتنا وهو تنفيس لشبابنا عن مشاكل يعانوها؟ شكرا لكم وإلى اللقاء.